مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة تسعة وثلاثون وقوم تعلماتي إذا التمرين إحدى عشر أشطب الوضع الخطأ ثم أنجز الوضع الصحيح غادي نشطبو على الوضع الخطأ أنجزو الوضع اللي صحيح فواحد وعشرون زائد سبعة وثلاثون قلنا كنديرو الوحدات تحت الوحدات والعشرة تحت العشرة إذا في هذا الوضع فهو صحيح الوحدات تحت الوحدات والعشرة تحت العشرة إذا هذا الوضع فهو صحيح هذا الوضع فهو خاطئ كنلاحظوا العشرات تحت منها الوحدات هذا الوضع هو خاطئ كيخص الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرة واحد زائد سبعة ثمانية اثنان زائد ثلاثة خمسة ثمانية وخمسة ثم ثمانية عشر زائد تسعة لاحظوا الوحدات تحت منها الوحدات فتسعة هو رقم بوحدو يعني رقم الوحدات العدد الكبير تسعة زائد ثمانية تسعة عشرة وتبقى لنا سبعة إذا سبعة عشرة كتبوا سبعة واحتفظوا بواحد واحد زائد واحد اثنان أما هذا الوضع فهو خاطئ لأن خمسة رقم الوحدات كيخصنا نحطوها تحت ستة رقم الوحدات وغادي نشطبو على هذا الوضع هذا التمرين اثنا عشر أحسبه خمسة زائد ثلاثة خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية فعطاونا العملية خصنا فقط ننجزوها اذا الواحد زائد واحد يعني خمسة زائد ثلاثة ثمانية اربعة زائد اربعة ثمانية ثم تسعة زائد خمسة تسعة شحال بقى باش توصل عشرة بقى لها واحد اذا عشرة الى حيدنا هذاك الواحد من خمسة تبقى لنا اربعة يعني عشرة زائد اربعة اربعة عشرة نكتبو اربعة ونحتفظوا بالواحد خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أربعة وتسعون التمرين ثلاثة عشر أكمل ستة زائد كم يساوي ثمانية إذن ستة زائد اثنان ستة زائد اثنان ثمانية أربعة زائد كم يساوي سبعة أربعة زائد ثلاثة ثم واحد العدد زائد ثلاثة يساوي سبعة إذن أربعة أربعة زائد ثلاثة سبعة ستة زائد كم يساوي ثمانية ستة زائد اثنان ستة زائد اثنان ثمانية التمرين أربعة عشر ألاحظ وأكمل عندنا وحدات عشرة مئات فلاحظوا غادي نحسبوا هاد العدد شحال هو ثم هاد العدد شحال هو كما كنعرفوا بان المربعات كيمثل لنا الوحدات القضبان العشرات والصفائح المئات إذن نبداو بالوحدات يعني بالمربعات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ديال المربعات يعني خمسة ديال الوحدات القضبان العشرات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة أما الصفائح فعندنا واحد جوج ثم المربعات الزرقاء واحد جوج ثلاثة القضبان واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة والصفائح عندنا صفيحة واحدة دابا غادي نديرو الوحدات زائد الوحدات العشرات زائد العشرات والمئات زائد المئات خمسة زائد ثلاثة كنبداو بالعدد الكبير خمسة ستة سبعة ثمانية ثم ستة زائد خمسة العدد الكبير هو ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر ستة زائد خمسة إحدى عشر ما نكتبو إحدى عشر كلها واحد ونحتفظو بواحد اثنان زائد واحد ثلاثة زائد واحد أربعة إذا المجموع هو أربعمائتين وثمانية عشر أربعمائة وثمانية عشر التمرين خمسة عشر أحسب عدد الأزرار بالعلبتين غادي عدد الأزرار بالعلبتين سبعة عشر خمسة وأربعون إذا غادي نديرو سبعة عشر سبعة عشر زر اللي هو عدد الأزرار في هذه العلبة و وأربعون زر في هذه العلبة هذه. سبعة عشر زائد خمسة وأربعون دائماً الوحدة تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات ثم كان العمليّة سبعة زائد خمسة إذا سبعة شحال خصها باش ثلاثة خصة ثلاثة إلا حيدناها من خمسة لنا إذا عشرة زائد اثنان اثنا اتنى عشر أولا كنهزو العملية كنبداو بالعدد الكبير سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنا عشر كتبو إثنان يحتفظوا بواحد أربعة خمسة ستة إذن عدد الأزرار بالعلبتين إثنان وستون زرا إثنان وستون زرا التمرين ستة عشر يبين الجدول عدد الجرائد التي تم بيعها خلال أسبوع إذن هذا الجدول كيبين عدد الجرائد التي تم بيعها خلال أسبوع أيام الأسبوع عدد الجرائد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت والأحد إذن عدد الجرائد مئة وستة وخمسون مئتان وواحد مئتان وخمسة عشر مئة وسبعة وعشرون سبعة وتسعون تسعة وثمان وثمانية وثمانون سؤال أحسب عدد الجرائد التي تم بيعها يومي الاثنين والثلاثاء إذا يومي الاثنين والثلاثاء الاثنين والثلاثاء فعدد الجرائد التي تم بيعها يوم الاثنين 156 ويوم الثلاثاء 201 اذا يومي الاثنين والثلاثاء غادي نجمعوا 156 زائد 201 156 زائد 201 6 زائد 1 7 5 زائد لا شيء 5 واحد زائد اثنان اثنان زائد واحد كما قلنا ثلاثة اثنان زائد واحد تلاتة. ثلاثة ثلاثة وميتين وسبعة وخمسون ثم عدد الجرائد التي تم بيعها من الاثنين إلى الاربعاء من يوم الاثنين حتى اليوم الاربعاء يعني غادي نجمع ميه و سته وخمسين زائد ميتان وواحد زائد ميتان وخمسة عشر فجمعنا بعد ميه و سته وخمسين وميتين وواحد غادي نضيفو عليها مئتان وخمسة عشر إذن ثلاثة مئة وسبعة وخمسون زائد مئتان وخمسة عشر مئتان وخمسة عشر سبعة زائد خمسة اثنا عشر اثنان يحتفظ بواحد خمسة ستة سبعة ثلاثة أربعة خمسة لأن عدد الجرائد التي تم بيعها من الاثنين إلى الأربعاء خمسمئة واثنان وسبعون جريدة 572 وسبعون جريدة خلال الأسبوع كاملا فهنا غادي نجمعو غادي نجمعو من الاثنين إلى الأربعاء لقلنا قلنا واثنان وسبعون وغادي نزيدو الخميس والجمعة والسبت والأحد فوصلنا حد الأربعاء قلنا خمسمئة واثنان وسبعون الخمسمائة واثنان وسبعون قد نضيف عليها ما تبقى من أيام الأسبوع مئة وسبعة وعشرين يوم الخميس الجمعة سبعة وتسعون السبت تسعة وثمانون والأحد ثمانية وثمانون زائد زائد تلاحظوا غادي نحاولوا نوصلوا ل 10 نحاولوا نوصلوا ل 10 8 زائد 2 8 زائد 2 10 زائد 9 19 19 زائد 1 20 زائد 6 26 26 زائد 7 اذا 26 شحال خصها باش توصل 30 4 نحيدوها من 7 تبقى لنا 3 اذا 3 وثلاثون وثلاثون كتبوا ثلاثة،, ثلاثة. ونحتفظ بثلاثة. ثم سبعة زائد واحد عشرة، ثمانية زائد اثنان عشرة، عشرون، عشرون زائد تسعة تسعة وعشرون، ثلاثون سبعة وثلاثون كتبوا سبعة، بثلاثة. خمسة ستة سبعة ثمانية زائد واحد تسعة. إذا عدد الجرائد التي تم بيعها. خلال الأسبوع كاملا تسعمائة وثلاثة وسبعون جريدة تسعمائة وثلاثة وسبعون جريدة تسعمائة وثلاثة وسبعون جريدة وبهذا ننهي تمارين صفحة تسعة وثلاثون نلتقي في الصفحة أربعون كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي ستجدونها ظاهرة أمامكم في البلاي ليست او اسفل الفيديو في صندوق الوصف الى اللقاء